الله ينور عليك يا ريس. احنا دلوقتي حاليا في المينا القديم اللي احنا بنتكلم عليه ده كده عشان المحاضره. احنا دي واقفين على الرصيف اللي بتقف عليه المراكب اللي احنا قلنا عليها، كان يجي مركب واقف على الرصيف، وده الرصيف اللي بتقف عليه المراكب الصغيره اللي هي. اسمعوا يا جماعه عشان المعلومات اللي انتوا عايزينها. المراكب اللي احنا قلنا عليها بتبقى حوالي 70 عدد. اول حاجه نعرفكم بالعطار احمد عبد الوهاب، ده قائد القطره، هو كده بيسوق قائد القطره، من احسن الناس اللي يعني اللي بتقود في البحر المتوسط كله تقريبا. دلوقتي احنا نعتبر دي سفينه زي ما بتتكلم، سفينه زي ما شايفينها كده، بتبقى اكبر من كده وبتخش على الرصيف اللي على الشمال ده، دي ليها وظيفه، ليها وظيفه السفينه دي يا حضرتك. السفينه دي موجوده هنا في المينا عشان ليها وظيفه، ليها غرض. انت بس ابطالنا الجميل ابطال هشام المرشد بتاع المينا، كبير مرشدين المينا، بيطلع بلانش بايلوت يستقبل السفينه التجاريه بره عند منطقه الانتظار، يدخلها لغايه اقرب ما يكون للرصيف. ابطال احمد بياخد الاوامر بتاعته من ابطال هشام علشان يدخل يساعد على رباط السفينه على الرصيف، يبتدي يحرك السفينه من قدام من ورا لغايه لما يوقفها بارلل مع الرصيف. فاهمين يا حضرات؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه لانش قطره. ها؟ تاك بوت. تاك بوت. ماشي؟ وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيساعد السفن على الرباط او الخروج من المينا. خلاص هو شحن عايز يخرج، بياخده الطول ويطلعه لغايه لما يبقى كلير، يمشي يطلع بره المينا. اسمعوا المعلومات دي يا جماعه. احنا دلوقتي احنا المفروض ان احنا في المينا القديم، ده الرصيف التجاري بتاع اللي وراكم، ده الرصيف التجاري اللي احنا القديم الابيض ورا. انا اسف حسيت اللي هو الابيض ده هي خام الملح اللي بتصدر، وده بيطلع من محافظه شمال سيناء، بيجي من على الساحل، وده من انضر انواع الملح في العالم. تمام كده سامعيني؟ احنا كده في المينا القديم تمام، او المينا عامه التطوير احنا رايحين عليه، كله يبص قدام منه، هيبص المركب او الوحده اللي واقفه قدامكم دي اللي هي اورنج دي، دي الكراكه اللي انا بقول بتعمل تعميق، بتوسع، بتعمل غطس او بتعمل عمق. تمام، اللي على ايديكم اليمين، اللي على ايديكم اليمين هناك على البعد كده، ده الرمله الصفراء اللي انتم شايفينها دي كلها، دي طالعه من جوه الميه. تمام، نواتج التكريك. يعني ايه نواتج التكريك؟ يعني الرمله اللي تحت الميه هنا 7 متر، عايزين نوصلها ل 12 متر بالظبط. هتبصوا تلاقي الخرطوم اللي موجود ده هو اللي بيطلع فيه الرمله من الميه، بتطلع لك ويطلع بره في ميه قدامكم بس هناك على الثلاث مواسير اللي في الرمله دول. على البعد كده في ونش اصفر عالي كلكم تبصوا عليه كده، في رصيف كيلو اللي سيادة اللي هو كان بيحكي عنه هنروح عنده دلوقتي، واللي هناك الرصيف ال 250 برضه هنروح عنده دلوقتي ان شاء الله. هو ده الخط الاول اللي احنا بنتكلم عليه، هيستقبل سفن كبيره كبيره الحجم.